شكري ولودغيان يتفقان على عدم مشروعية توقيع السراج مذكرتي تفاهم مع تركيا. البرلمان العراقي يناقش اليوم قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات. إضراب مفتوح بفرنسا بمشاركة غالبية النقابات العمالية احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد. العاشرة صباحاً الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم، والبداية مع باسم طبان. أهلاً بك باسم. أهلاً بك إيمان، شكراً لك. أهلاً بكم مشاهدينا. اتفق وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي جون إيف لودغيان على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي مذكرتي تفاهم مع تركيا اتصالاً بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بشرق المتوسط. وخلال اتصال هاتفي اتفق الجانبان على أهمية العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية، يعالج كل جوانب الخلل الراهنة ويعمل على دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب. كما اتفق الجانبان على ضرورة اتخاذ موقف حازم لمواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية وإنهاء الصراع العسكري وصولا إلى عقد انتخابات حرة. ووجه وزير الخارجية الفرنسي الدعوة لوزير سامح شكري لزيارة فرنسا خلال الأسابيع القادمة لاستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين. أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أن المقر الدائم لدول شمال أفريقيا التابع لمنظمات المدن والحكومات الأفريقية والذي افتتح في مصر رسميا سيكون منصة وآلية للتجمع الأفريقي وللحوار بين المدن. كما أضاف الوزير أن المقر سيصبح مركزا تدريبيا للدول الأفريقية. والمقر ده إن شاء الله احنا كده خدنا الموافقات كاملة إن احنا المقر ده يبقى مقر دائم، بس مش على شمال أفريقيا، لا بالعكس، احنا خليها على مستوى دول القارة بالكامل. واحنا اتفقنا مع المنظمة العالمية، المكتب المنظمة العالمية، انه يصبح مركز إشعاع أفريقي دولي ويستغل فيه كل الأنشطة. هيتم إصدار فيه إصدارات على مختلف باللغات الأجنبية المعترف فيها في داخل الأمم المتحدة الخمس لغات، وفي نفس الوقت هيكون مركز تواصل ومركز إشعاعي تدريبي للعاملين في الإدارات المحلية على مستوى القارة الأفريقية ومستوى الدول والقارات الأخرى. احتفلت وزارة التنمية المحلية بتخريج 27 من الكوادر من 20 دولة أفريقية مما تلقوا دورة التنمية المحلية واللامركزية والتي نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية بسقارة. 27 من كوادر الإدارة المحلية الأفريقية من 20 دولة باتوا الآن جاهزين لتحقيق التنمية المحلية في بلدانهم بعد تلقيهم دورات التنمية المحلية واللامركزية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. أهم المواضيع تمت الاستفادة منها في هذه الدورة كيفية تنمية القدرات البشرية والاستفادة منها في إنجاح عمليات مؤسساتنا، والدول أو العالم اتجه من تخلي عن النمط الإدارة الارتجالية وأصبح يستخدم التخطيط المنظم في كيفية تأهيل الكوادر البشرية حتى يستفيد منه في العملية لإنجاح المؤسسات. أشياء كثيرة تعلمناها تتعلق بالتنمية واللامركزية والتخطيط الذي له أهمية كبيرة في توجو، فبدون التخطيط سيكون من الصعب تحقيق التنمية. لاحظت اهتمام مصر بالتنمية المحلية والتي تطبق هنا بشكل جيد. أخذنا محاضرات عدة ركزت على اللامركزية وهي موضوع العصر. سعيد بالتجربة المصرية التي تمتلك العلم والعلماء والتي قدمت محاضرات على أعلى مستوى، وسوف نستفيد مما تعلمناه في بلدنا، وخاصة أن هناك قضايا نتشارك فيها مع مصر.
أسبوعان تلقى المتدربون فيهما 18 محاضرة في موضوعات اللامركزية المالية والاقتصادية وأدوات تعظيم الموارد المحلية ومفهوم التنمية المستدامة وكيفية تحقيقها من خلال التنمية المحلية، واستعراض تجارب الدول الأفريقية الناجحة في إنجاز التنمية المحلية لا سيما مصر. هي الدورة تأتي في إطار التزامنا في الوكالة المصرية للشراكة والتزام وزارة الخارجية بنقل الخبرات المصرية إلى الدول الشقيقة الأفريقية في كافة المجالات. تأتي الدورة دي تنظم هذا العام للمرة الأولى مع وزارة التنمية المحلية، تتناول موضوع مهم جدا وحيوي للدول الأفريقية وللمدن الأفريقية، وهو الإدارة المحلية أو التنمية المحلية في حد ذاتها. وطبعا هم يستفيدوا الحقيقة بعد تحسين أدائهم بعد ما يرجعوا بأكثر من وسيلة. أول حاجة هم هياخدوا دوكيمنت اللي موجودة على الفلاشة اللي بيستلموها بتاعت توثيق الدورة بكل التجارب المحلية للدول الأفريقية، فهم يستفيدوا من تجارب الدول الأخرى. دي نمرة واحد. نمرة اتنين إنه مع التنمية المحلية مع سفارات مصر بالخارج مع وزارة الخارجية يبقى في تنسيق لعقد لقاءات المتدربين مع وزراء التنمية المحلية في بلدانهم لعرض الأشياء اللي هم خدوها وكيفية الاستفادة بها ووضع خطط تنفيذية وتدريبية ليهم. حاجة التالتة على الصعيد الشخصي والمهني، هم خدوا في الدورات عدد من المحاضرات والألعاب الرياضية بنسميها منشطات تدريبية رياضية لإزاي ينمي مهاراته القيادية، مهارة التفاوض، مهارة التفويض، مهارة الكلاش أو الخلاف في وجهة النظر. تهدف هذه الدورة إلى إيجاد إدارة محلية قادرة على تحقيق احتياجات المواطنين وتحقيق الرضا الشعبي عن الخدمات المقدمة لهم وإرساء قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية والتنمية. إنجاز جديد لمصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي بتخريج كوادر أفريقية قادرة على تحقيق التنمية، وهو ما يعزز من قدرة القارة الأفريقية في تحقيق أهدافها في التنمية والتقدم. شيرين مجدي، أكسترا نيوز. يعقد منتدى شباب العالم ورش عمل تحضيرية اعتبارا من 12 من ديسمبر تشمل ملفات عدة أهمها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة وسبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتضمن الورش أيضا جلسات حول الرؤية الشبابية للتعامل مع التحديات الراهنة والأمن الغذائي في العالم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. ومن المقرر أن يقام الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم السبت 14 من ديسمبر، تعقبه جلسات مستمرة حتى 17 من ديسمبر. ومن المقرر أن تناقش هذه الجلسات ملفات عدة أبرزها التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين وأثر التغيرات المناخية على الإنسانية والتعليم الفني والتدريب المهني ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط ودور الفنون في التعامل مع القضايا الإنسانية والتعاون في قطاع الطاقة بين دول البحر المتوسط والتحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية ومكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يشهد اليوم الختامي إعلان التوصيات المنتدى. ننتقل إلى الشأن العراقي مشاهدينا، حيث يعقد مجلس النواب العراقي جلسة اليوم يناقش خلالها تقرير اللجنة القانونية بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات. دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي الكتل السياسية إلى الإسراع في تسمية رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة، وتعهد عبد المهدي بأنه سيقدم كل ما بوسعه من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن استقالة حكومته إحدى حلول أو أحد حلول الأزمة الراهنة في العراق.
خصصت محكمة استئناف الديوانية في العراق جلسة اليوم لمحاكمة عدد من أفراد قوات مكافحة الشغب والضباط المتورطين بقتل المتظاهرين. وتشهد محافظة الديوانية تظاهرات سلمية تأييدا للاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوب العراق، لكنها قوبلت بقمع أسفر عن سقوط 7 قتلى، كما لقي 13 شخصا مصارعهم حرقا. في لبنان دعا المتظاهرون إلى عصيان مدني وإغلاق الطرق اليوم احتجاجا على احتمال التكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل الحكومة. كان المتظاهرون بدأوا بالتجمع في الساحات وسجلت حالة قطع عدد من الطرق في بعض المناطق إثر شيوع خبر الاتفاق على الخطيب رئيسا للحكومة، وأمد عدد من المتظاهرين إلى إغلاق طريق مدخل وسط بيروت ومناطق أخرى في لبنان. دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان لتكليف رئيس وزراء جديد. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها إنه تم تحديد يوم الاثنين القادم موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة. كشف وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف أن عدد اللاجئين العائدين إلى البلاد بلغ نحو 1 مليون مواطن غالبيتهم من لبنان. واعتبر مخلوف أن عودة هذا الرقم تمثل استكمالا لرسالة الانتصار التي سطرها الجيش على الإرهاب، وأضاف أن كل مواطن يعود إلى البلاد يتم استقباله من الوزارات المعنية لتقدم له الخدمات الكاملة. أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 5 جنود أتراك وإصابة 12 آخرين في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا. وأوضحت الوكالة أن الانفجار استهدف رتلا لقوات الاحتلال التركي خلال توجهه إلى قاعدة البلدق غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي. قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه من المنتظر من جميع المواطنين بكل أنحاء الوطن أن يثبتوا من خلال المشاركة الواسعة في الاستحقاق الرئاسي بأن للجزائر أبناء وأعينا. وحذر صالح مجددا من مغبة المساس بهذا المسار الدستوري أو عرقلته من خلال التشويش على الانتخابات أو محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي. تواصل محكمة بالعاصمة الجزائرية اليوم جلسة محاكمة عدد من كبار المسؤولين السابقين المتهمين بالفساد المالي. ومن بين المتهمين رئيس الوزراء السابقان أحمد أويحيا وعبد الملك سلال وثلاثة وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات. قال
زعيم المعارضة التركية كمال قليغلار أوغلو إن نظام أردوغان وحزبه العدالة والتنمية يحاولان إخفاء أدلة تدبير الانقلاب المزعوم الذي حدث في يوليو 2016. وشدد قليغلار أوغلو على أن أردوغان ونظامه يفعلان كل ما في وسعهما حتى لا تنكشف حقيقة تدبيرهما مسرحية الانقلاب، منوها بأن الحكومة التركية على علم بمكان وجود عادل أوكسوز الذي يزعم كونه المدير الرئيسي للمحاولة الانقلابية. انتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا حالة الإسراف والبذخ التي يعيشها أردوغان وحاشيته رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها بلاده. جاء ذلك في استجواب قدمه نائب الحزب إلى البرلمان على خلفية المبالغ الباهظة التي تنفقها الرئاسة التركية على سيارات الحماية والمروحيات، مشددا على أن الإسراف والبذخ الذي يعيش فيه أردوغان ونظامه يتواصلون بشكل مخيف. أكد وفد من حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أن صلاح الدين ديميرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي يعاني من مشاكل صحية خطيرة في محبسه، لكنه مع ذلك يرفض طلب العفو عنه من قبل أردوغان. وأكد الوفد في أعقاب زيارة لديميرتاش في محبسه أن الحالة الصحية للأخير تتدهور بسبب الإهمال الكبير من وزارة العدل التركية. خرجت تركيا من اجتماعات قمة حلف الناتو وهي الخاسر الأكبر بعدما اتفق القادة المشاركون في القمة على رفض ممارسات أنقرة في سوريا وشرق المتوسط. المزيد في سياق التقرير التالي. يومان من المباحثات خاضها قادة حلف الناتو شهد العديد من الخلافات، إلا أن دور تركيا الخبيث داخل الحلف أحد النقاط الفريدة التي وجدت اتفاقا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم تركيا صراحة خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالعمل بشكل مباشر مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وتهديد الأمن في أوروبا، وطالب تركيا بتوضيحات حول موقفها من الحرب ضد الإرهاب. تركيا مثلا تحارب من حاربوا معنا، حاربوا معنا كتفا بكتف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وهم يعتبرون هؤلاء الذين حاربوا معنا الآن إرهابيين. إذن القضية ليست فقط أن ندفع، يجب أن نوضح الأمور، نوضح الأهداف الاستراتيجية، وإلا فإننا لن نحقق الهدف. المهم هو أنه خلال هذه القمة يجب لتركيا أن توضح، تقدم لنا توضيحات. تصريحات ماكرون اتفقت معها تحليلات العديد من الصحف الأوروبية ومنها تاكس شبيغل الألمانية التي قالت إن العلاقة بين تركيا وأعضاء حلف الناتو تنهار بسبب سياسة أنقرة في سوريا التي نجم عنها مضاعفة أعداد اللاجئين السوريين وزيادة معاناتهم بعد عدوانها على شمال شرق سوريا. وتحت عنوان تركيا تزرع الفتنة والخراب داخل حلف الناتو، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن سياسات إردوغان في سوريا وتصميمه على جلب منظومات صاروخية من خارج الحلف جعلت العلاقات مع تركيا على وشك الانهيار فيما يتعلق بملف المهاجرين والإرهابيين الأجانب. إضافة إلى ذلك، انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة تحركات تركيا في شرق البحر المتوسط معلنا وقوفه بكل قوة مع اليونان وقبرص ضد هذه التحركات. وطالب الاتحاد الأوروبي نظام إردوغان باحترام القانون الدولي ومبدأ علاقات حسن الجوار مع أوروبا. بهذه المعطيات باتت تركيا هي الخاسر الأكبر داخل قمة حلف الناتو في ظل الاتفاق على إدانة سياسات إردوغان واعتبارها الخطر الأكبر على وحدة الحلف. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاتفاق مع السودان على بدء إجراءات تبادل السفراء، وذلك بعد انقطاع دام 23 عاما. من جهته اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن تلك الخطوة مهمة نحو إعادة بناء السودان وتقديمه للعالم بصورته الجديدة والحقيقية بحسب تعبيره.
قال وزير الدفاع السوداني جمال عمر إن إزالة اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب بات عملية إجرائية، مضيفا أنه لم يعد هناك سبب لإبقاء السودان على تلك القائمة. واعتبر المسؤول السوداني في تصريحات تلفزيونية أن استمرار العقوبات الأمريكية على بلاده يؤدي إلى التدهور الأمني والفوضى. تستعد اليابان لإرسال نحو 270 بحارا إلى الشرق الأوسط لحماية السفن التي تنقل إمدادات طوكيو، وذلك بموجب قانون يتيح نشر القوات للأبحاث وجمع المعلومات. وقالت صحيفة هناك اليابانية إن الحكومة ستقترح نشر سفينة وطائرة حماية واحدة للدورية من قوة الدفاع الذاتي البحرية للمشاركة في مهمة لمدة عام يمكن تجديدها سنويا. صادرت البحرية الأمريكية أجزاء من صواريخ إيرانية تم ضبطها في زورق صغير ببحر العرب. وقال مسؤولون أمريكيون إن الصواريخ الإيرانية التي تمت مصادرتها متطورة جدا وكانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين في اليمن. وأضاف المسؤولون أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذه الكيفية وهي في طريقها إلى اليمن. قتل 3 أشخاص من بينهم منفذ الهجوم داخل قاعدة بيرل هاربر العسكرية الأمريكية. وأشارت مصادر إلى أن منفذ الهجوم عضو في البحرية الأمريكية وأقدم على فتح النار على 3 موظفين مدنيين من وزارة الدفاع، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 3 قبل أن يقتل نفسه. قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة إن الدولتين تحاولان حل خلافاتهما بشأن التجارة، محذرا من قوى تحاول الوقيعة بين الجانبين. وقال السفير الصيني إن العلاقات بين واشنطن وبيجين تمر بمفترق طرق خطير بسبب الخلافات التجارية، لافتا إلى أنه من الممكن العودة إلى مسار أفضل. تشهد فرنسا إضرابا مفتوحا دعت إليه غالبية النقابات العمالية رفضا لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد، تعتزم الحكومة تقديمه قريبا أمام البرلمان بهدف المصادقة عليه. ومن المتوقع أن يشل الإضراب قطاعات اقتصادية حيوية لا سيما أن يشمل المواصلات عبر البلاد. وحذرت الحكومة من وقوع أعمال عنف خلال المسيرة الاحتجاجية. يأتي الإضراب بعد مرور نحو عام على انطلاق مظاهرات السترات الصفراء احتجاجا على زيادة أسعار الوقود. أعلنت الأمم المتحدة مصرع 27 شخصا جراء غرق سفينة جنبية قبالة سواحل موريتانيا. وأشارت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 150 شخصا كانوا على متن السفينة والتي مرت من الممر البحري المحفوف بالمخاطر الواصل بين غرب أفريقيا وأوروبا. دخل قادة الاحتجاجات في كولومبيا في إضراب عام جديد، وذلك في ظل دخول المظاهرات الاحتجاجية ضد الرئيس إيفان دوكي، ويطالب المحتجون بتحسين أوضاع العمال والتصدي لتهريب المخدرات وأعمال العنف. تواصل المحكمة الجنائية الدولية جلسات استماع بشأن تحقيق مقترح في الجرائم المزعومة خلال الحرب بأفغانستان. وتنظر المحكمة في الانتهاكات التي يزعم أنها ارتكبت من جانب حركة طالبان وقوات الأمن الأفغانية والقوات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة. يعاني المهاجرون في مخيم فاقجاك بالبوسنة من أوضاع سيئة تزداد بالتزامن مع موجة الطقس البارد. نتابع. هنا في مخيم فاقجاك شمال غرب البوسنة يعيش المئات من المهاجرين الذين عبروا طريق البلقان على أمل الوصول إلى الغرب الأوروبي، لكن هذا الحلم اصطدم بالإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات الكرواتية والتي حالت دون تمكنهم من متابعة رحلتهم لينتهي بهم المطاف في هذا المخيم. أسماء عدة أطلقت على مخيم فاقجاك الذي كان في تسعينيات القرن الماضي عبارة عن حقل ألغام، ثم تحول بعد ذلك إلى مكب للنفايات
ليتحول لاحقا إلى مخيم للمهاجرين يفتقد أدنى مقومات الحياة. يتصدر البحث عن التدفئة أعلى سلم الأولويات بالنسبة للمهاجرين في المخيم، فتأمين التدفئة بالنسبة لتلك المنطقة في فصل الشتاء يعد أمرا ملحا أكثر بكثير من الغذاء. الوضع الإنساني المزري بالمخيم دعا العديد من المنظمات العاملة في المجال الإنساني إلى المطالبة بضرورة إغلاقه وإيجاد مكان آخر يستوفي شروط الحياة الآدمية، كما قرر الاتحاد الأوروبي الدعوة ذاتها مقدما نحو 10 ملايين يورو لتأمين مأوى جديد يستجيب لشروط الحياة الآدمية للمهاجرين بالمخيم. أعلنت المنظمة العالمية لخريج الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف نجاح خطتها لعام 2019 من خلال فروعها المنتشرة في مختلف دول العالم ومحافظات مصر، مؤكدة أن المنظمة حققت المعادلة الصعبة في تفعيل استراتيجياتها داخليا وخارجيا. المزيد في سياق العرض التالي. تتواصل عملية الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السوداني والمقرر إقامتها بعد غد على ملعب السلام من خلال موقع شركة تذكرتي، وتبلغ القيمة المادية لتذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنيه للدرجة الأولى يسار و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية. تقرر عدم استلام التذاكر دون وجود الفان اي دي الخاص بالمشجع والذي سيتم استخراجه من موقع تذكرتي وتم استخدامه من قبل خلال بطولة الأمم الأفريقية بجانب بطاقة أهلاوي. تأهل الزمالك حامل لقب بطولة كأس مصر إلى دور 16، وذلك بعد فوزه على فريق الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور 32، ويواجه الزمالك في ثمن النهائي الفائز من لقاء سموحة والعبور غدا الجمعة. تقام اليوم ثلاث مواجهات في دور 32 من بطولة كأس مصر، يلتقي خلالها الإنتاج الحربي مع فريق بقير للأسمدة في الثانية والنصف عصرا، ويواجه المصري البورسعيدي فريقنا في الخامسة مساء، ويلعب بيراميدز أمام فريق النجوم في السابعة والنصف. تقام اليوم مواجهتان في الدوري نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، يلتقي خلالها منتخب العراق مع منتخب البحرين، ويواجه منتخب السعودية نظيره القطري. حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على ضيفه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، وعزز ليفربول صدارته لجدول الترتيب حيث رفع رصيده إلى 43 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.
وفي إطار منافسات نفس الجولة فاز مانشستر يونايتد على ضيفه توتنهام هوتسبيرز بهدفين مقابل هدف. بهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما احتل توتنهام هوتسبيرز المركز الثامن برصيد 20 نقطة. نهاية النشرة، والآن إليكم تذكرة بأهم عناوينها. شكري ولودريان يتفقان على عدم مشروعية توقيع السراج لمذكرتي تفاهم مع تركيا. البرلمان العراقي يناقش اليوم قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات. إضراب مفتوح بفرنسا بمشاركة غالبية النقابة العمالية احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا extranews.tv.